أول ما نجيب النيدل ندخله بمسافة بعيدة عن الجرح ونخرجه من الجهة الثانية بمسافة قريبة على الجرح far near. بعدين نسحب الخيط للأخير ونرجع ندخل النيدل من الجهة الأولى نفسها، لكن هالمرة بمسافة قريبة على الجرح. ليش؟ على مود يصير عندنا near far near near، ونخرجه وين؟ بمسافة بعيدة عن الجرح من الجهة الثانية حتى يصير عندنا far، وهيك يكمل عندنا الاسم far near near far. نسحب الخيط للأخير وبعدها نشد الخيط بالطريقة اللي نعرفها.